السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده فكرنا نعمل حلقه جديده نبعد فيها شويه عن الحاجات اللي ليها علاقه مباشره بالاكل والشرب، بس ليها علاقه طبعا بالحاجات اللي بنحتاجها بصفه يوميه في البيت. النهارده هنعمل انبوكسنج وتقييم للمكنسه سامسونج، المكنسه سامسونج اس سي 4130. المكنسة من إصدار شركة سامسونج بقدرة 1600 واط. إن شاء الله النهاردة هنعمل تقييم سريع وإنبوكسنج كده ونشوف مميزات وعيوب الإصدار دوت من المكنسة سامسونج. بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيب المكنسة كده نتعرف بقى سوا على محتويات الصندوق. أول حاجة بتقابلنا هي الوصلات. اول حاجة فيها ان هي غير قابلة للفرد، يعني لما بنركبها جوه بعض مش هتبقى ثابتة. في مكانس انواع تانية في سامسونج وغيرها من المكانس بتبقى قابلة للطي، يعني ممكن تتفرد وممكن تتلم، ودي من البلاستيك مش من الستانلس. والخامة بتاعتها يعني ممكن نقول عليها متوسطة الجودة. تاني حاجة خرطوم الشفط طبعا بيتكون من الحتة اللي احنا بنمسك منها، والجسم نفسه بتاع الخرطوم هو يعني مرن مش طويل قوي ولكن اقدر اغلط فيه. طبعا هنا فتحة عشان لو في تصريف للهواء اقدر اتحكم في الهواء اللي بتشفطه المكنسة. ده كده الخرطوم. دي الجزء اللي بنشفط، ودي اكتر جزء بنستخدمه في المكنسة. ده الجزء اللي بنشفط منه، يعني هو يعني متوسط العرض مش طويلة قوي، ودي يمكن برضو عيوبها شوية ان هي مش ما بتاخدش مساحة من الكنسة او الشفط كتير. هنا في شنكل هنتعرف لازمته ان احنا بنحط فيه في لما نكون ما بنستعملش المكنسة او بنخزنها، بنعلق بالشنكل ده بواسطة الشنكل دوت بنعلق عشان الخرطوم ما يبقاش على الأرض. دي بقى الأهم حاجة، وده اللي هيبقى فيه كلام كتير، هو جسم المكنسة. طبعا بتيجي بألوان متعددة، دوت اللون الكحلي ده شكلها سامسونج 1600 واط. طبعا بيجي اشكال متعددة. هنيجي هنا هنلاقي فيه زرارين، الزرار الاولاني للتشغيل التراس دوت سرعة واحدة، في تراس اعلى منه شوية بيبقى 1800 واط بس بيبقى بتلات سرعات، ده زرار الباور بسرعة واحدة. والزرار دوت بنستخدمه عشان نسحب، يعني لو سحبت الفيشة كده لو عايز اشدها بتتلم معايا تاني عشان ما يتعقدش يعني السلك. ده الشكل الخارجي. نيجي بقى للمحتويات بتاعت المكنسة. لو احنا ضغطنا فتحنا كده نفتح لأعلى كده هيقابلنا المحتويات بتاعت المكنسة. اول حاجة بتقابلنا هو الكيس بتاع المكنسة. الكيس نقدر نقول عليه يعني مش كبير قوي، هو نقول متوسط، وده برضو عامل محدد من العوامل اللي احنا بنشتري المكنسة على اساسها، لان الكيس ده لما بيتسد بواسطة طبعا بيتعب غبار وحاجات، فلما بيتسد المكنسة بتديني هنا مؤشر. طبعا انا مش هتقفل عشان الكيس موجود، بس هنا بتديني مؤشر احمر دليل ان المكنسه مسدوده او مليانه، الكيس مليان غبار، وبالتالي مش هقدر اشطب فلازم افرغ الكيس. فالكيس هنا يعتبر يعني
للكنس المتوسط مش للأحمال الشاقة قوي. يعني لو المساحة كبيرة يفضل إن أنا أجيب الطراز الأعلى من دوت، لأن الكيس بيتملي بسرعة. كده ركبنا الكيس. هنا بيجي فرشة ممكن أحطها في الخرطوم، دي بتخليني أقدر أشفط في الأماكن الضيقة، الصالونات، الأنتريه لو عايز في الأماكن اللي هي ضيقة بقدر أشفط منها، وهي ليها مكان هنا. طبعا في حاجة برضو مهمة ما ننساش نقولها، المكنسة ممكن أشغلها بلور، ممكن الفتحة ديت أحط فيها الخرطوم وألف وأشغل المكنسة. المكنسة هتتحول من شفط لطرد، وبالتالي هتبقى هي بمثابة البلور لو أنا عايز أنظف حاجة بطرد الغبار منها مش أشفطه. يعني عندي جهاز كهربائي، جهاز تكييف، جهاز كمبيوتر فيه تراب، التراب داخل جواه بشكل كبير طبعا بيأثر على عليه وعلى تشغيله، فعايز أشفط أطرد التراب منه، فبطلعه البلكونة ولا حاجة وإيه وأشفط التراب منه وأشغل المكنسة على إنها بلور. ودي برضو ميزة مهمة في الطراز اللي إحنا بنقيمه. الفتحة دي اللي إحنا قلناها في الأول هي لو أنا عايز أخزن المكنسة أركنها، بحط الفتحة المكنسة هنا ويبقى الخرطوم لافف عليها من هنا كده، ويبقى كده أنا خزنتها والخرطوم مبقاش على الأرض. المكنسة في المجمل السعة بتاعت المحرك بتاعها 1600 واط، وده بالنسبة لسرعة أو لقدرة المكانس يعتبر سرعة متوسطة معقولة للشقق اللي مساحتها يعني ما تزيدش عن 120 متر، بتقدر تقضي لي الغرض. لو انا عندي مساحه اكبر من كده، بالذات لو كان المساحه مغطاه بسجاد او موكيت، بيفضل ان انا اجيب الطراز الاعلى منها اللي احنا هنقيمه ان شاء الله في حلقه تانية اللي هو ال 1800 واط. طبعا اهم حاجه بنراعيها في المكنسه ان اول ما المؤشر دوت يتحول للون الاحمر لازم نطفي المكنسه ونشيل الكيس ونفضيه. لو ركبنا الكيس وبرضه اللون الاحمر مازال موجود يبقى اكيد في مشكله في انسداد في الخراطيم، ودي لازم برضه لان دي ممكن تعرض ان الموتور لا قدر الله يتحرق. ده كان تقييم سريع للمكنسه سامسونج 1600 واط. المكنسه سعرها في مصر بيتراوح ما بين 750 و 950 جنيه، وسعرها في السعوديه بيتراوح ما بين 250 و 350 ريال. اعتقد ان احنا كده قضينا، عملنا تقييم سريع. قبل ما ننسى برضو هنا في لو انا عايز اخزن المكنسه بالشكل الافقي عشان المساحه تقل بخزنها بالمنظر دوت، وفي فتحه برضو هنا بحط فيها الخرطوم برضو بيبقى كده، بيبقى انا كده وفرت مساحه يعني ممكن اخزنها بالطريقه دي كده. لو انا عندي مساحة وعايز اخزنها في الوضع الافقي، لو انا عايز المها اخزنها لفترة طويلة واحطها في ارضية الدولاب ولا حاجة بحيث ما تاخدش مساحة، احط لها خرطوم كده، وطبعا الخرطوم بيبقى راكب بيبقى بالشكل العلوي يعني كده، فبتاخدش مساحة وفي نفس الوقت بحافظ على الخرطوم، لان الخرطوم مشكلته ان هو لو اترمى على الارض فترة طويلة ممكن حد يدوس عليه ولا حاجة ويتعرض للكسر، وبالتالي اضطر اغير الخرطوم، وطبعا الخرطيم المتواجدة في السوق بتبقى مش اصلية، فيفضل ان انا احافظ على الخرطوم الاصلي بتاع المكنسه عشان اطول العمر الافتراضي بتاعها. بكده يبقى خلصت حلقتنا النهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، واستنونا ان شاء الله في حلقات جايه هنقيم فيها انواع كتير من الحاجات اللي بنستخدمها في البيت بشكل يومي. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. سلام عليكم.